تسف مني يا حنفي. صاليك ده انا اخوك يا جدع، تروح للغرب؟ ده انت تيجي تقول لي مسعود انا عاوز فلوس يا راجل عيب. ايه ده؟ مش تقول لي اذا سمحت، لا انا بقى في عشم، تيجي كده تقول لي مسعود انا عاوز فلوس. ايه ده؟ طبعا صوت عالي كده يوين يوين. احنا اخوات، صاليك وين عليا. طب مسعود انا عاوز فلوس. وانا عاوز برضو. ايه يعني؟ صاليك ايه يا صالي؟ طبعا الله عيب، تكسف مني انا، كذب مني. لا 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 ما تكلمنيش يا حنفي. ما انا ما كذبتش وقلت اهو. لا ما هو لازم تقول طبعا. وانا كذبت انا كمان؟ ما انا كذبتش اهو برضه. طب انا ابط ايه؟ مش مهم بقى، المهم الحاله النفسيه. الحاله النفسيه يعني انت عاوز اوكي، انا عاوز اوكي، يا ريت تشوف حد يدينا وننهي. شكرا يا ايمن انك فكرتنا بالفنان الراحل الكبير سمير غانم. الموهبه اللي شفناها دي ايمن شريف، بيقال عليه كده على السوشيال ميديا انه شبيه الراحل، الفنان الراحل سمير غانم، وهو فعلا شبهه، وابتدى يعمل مقاطع كتير بصوت الفنان سمير غانم، وبالتالي الناس بقت بتشوفك او بتشوف معاك النوستالجيا لشخص بنحبه جدا جدا، فانت يعني حجزت مساحه مضمونه من القبول عند الناس. ازيك يا ايمن؟ مساء الخير. مساء النور. اول سؤال بس شاغل بالي انا شخصيا، هل ده شعرك الحقيقي ولا باروك؟ لا دي باروكه. شفت؟ هو انت شبهه فعلا، بس انت راسم الشخصيه بشكل كبير بتفاصيلها المميزه. احكي لي من اول امتى ابتدت الناس تقول لك عن الشبه ده وتاخد بالك؟ يعني هو فكره الشبه يعني من فتره طويله قوي، يعني اكتر حد كان بيشبهني اختي طبعا. فكانت دايما تقول لي انت فيك شبه من سمير غانم. فانا برضو ما كنتش بدقق في الموضوع، لان انا كنت شايف ان انا بعيد في الشكل عنه. بس في 2017 بدأت إن أنا أشتغل مسرح في مجال التمثيل، فبدأت إن أنا أشتغل على كاركترات كتيرة جدا. طب. فمرة كنت عامل كاركتر كان في إن أنا محتاج إن أنا ألبس باروكة، ففوجئت لما لبست الباروكة واللبس لقيت ناس كتيرة جدا بيقولوا لي أنت شبه سمير غانم جدا. طب. دي اللي كانت البداية. يعني أنا أنت شكلك بالباروكة والشنب هو الفنان سمير غانم، بس يعني من 30 سنة كده يعني بالظبط. في السبعينات. أنا حتى دلوقتي بحاول أسمعك كده ومش عايزاك تقلد ولا حاجة، بس إيه أكتر مقطع أنت بتحبه أو جاب صدى كبير جدا مع الناس؟ في المقطع اللي هو مسرحية المتزوجون. ده أكتر حاجة يعني اللي إحنا لسه عارضين. لو عايز فلوس انا عايز فلوس. طب سؤال يا ايمن، انا عارفه انه تقليد الفنانين هي موهبه بحد ذاتها او تقليد الشخصيات يعني، لكن انت بتقول انا بشتغل مسرح. بشتغل مسرح يعني ينفع يبقى الفنان العظيم سمير غانم قدوه عظيمه ليك؟ هتظبط ازاي السكه ما بين انك شبيهه فعلا، ده تقدر تستغله ايجابيا، ولا بس يبقى قدوة ليك وتكمل انت بشخصيتك او بشخصيات متعددة؟ لا يعني انا الحمد لله يعني بحاول ان انا اشتغل على كاركترات كتير، يعني عملت كذا عرض مسرحي بكذا كاركتر، وجه ابليم، شخصية سعيدي، شخصية من الفلاحين، كاركترات كتيرة جدا. بس طبعا كاركتر الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه، يعني انا واحد من الناس كنت بخاف ان انا اقرب للكاركتر ده، لانه طبعا شخصيه غنيه بالتفاصيل وبالرياكشنات، وهو يعني سبحان الله كان عنده قبول وكان عنده ابتسامه تخلي اي حد يحبه. طبعا ايمن الخط قطع، بس موهبه حلوه، ومن حبنا للشخصيه احنا فعلا بننحاز جدا لاننا نشوف حاجه من ريحه الناس اللي بنحبهم. ايمن شريف شبيه الفنان الراحل سمير غانم كان معانا.